تمام، ممكن حضرتك تنزل لنا بس تفتح السكرين يبقى في أسئلة عشان احنا عملنا سبميت خلاص ولا تمام. طيب هو احنا دلوقتي بيقول ايه؟ انتوا قريتوا طبعا الكيس سهلة ما فيهاش حاجة، هو 35 years old man comes to routine health examination. طبعا ده زي معظم يعني او موجود يعني في الفاميلي ميديسن بالنسبة لنا، هيجي ايه من روتين examination العادي. اه هو بيشتغل كمبيوتر بروجرامر، دي بالنسبة لي تفرق معايا في حاجة الكمبيوتر بروجرامر ده هو تفرق مفيش معايا كذا طبعا أسئلة كتير فهمت. أنت ايوه ممكن ايوه تفرق تمام في النظر تمام والقعدة صح تمام الباك فين ايوه صح باك بين والحاجات دي، وتفرق معايا كمان في ان هو برضو مثلا. الى حد ما ستريسفول شويه، ممكن هنشوف يعني. هو بيقول بقى نو سيجنيفيكانت باست ميديكال هيستوري، ما عندوش اي حاجه تانية فاميلي هيستوري، ما فيش غير ان المذر كانت والاولدر براذر كانوا تايب 2 دايابيتس اند هيز فازر هاز هاد هايبر تنشن سينس هيز 30s. His father developed coronary artery disease in his 50s. بدأ يخش في coronary artery disease. Patient states that his diet is regular. وممكن أنا طبعا أسأله يعني regular ده اللي هو بالنسبة له إيه، لأن يعني هو كلمة regular دي برضو إيه مبهمة. يعني تفطر إيه، تتغدى إيه، schedule اديني مثال ليوم من أيامك إيه يعني. He doesn't exercise regularly. Stress level high. Many deadlines and long hours at work. طبعا زي أي شغل. Physical examination. الهايت بتاعه كذا والويت كذا، يعني ده هنقدر نجيب منه البودي ماس اندكس بتاعه 28، الويست سيركمفرنس 43، بلاد بريشر 135 على 88. طبعا عادي سنة، يعني الجايد لاينز الجديدة كلها بتقول ان احنا الامريكان اكاديمي والامريكان هارت اسوسيشن والكلام ده بيقولوا إن إحنا نحاول نعمل مينترانس يعني على الأقل 120 على 80. البالس 76 ويز نورمال ماشي. الفيزيكال اكزامينيشن از اذروايز unremarkable. سكرينج لابوراتوري تيست ريزلتس ار اولسو unremarkable ماشي. يعني هو كده تقريبا العيان ايه ما عندوش حاجة الا هايبرتنشن شوية، وان هو ايه اوفر ويت شوية او اوبيز يعني كمان. ايه بقى من الحاجات اللي احنا نقدر نعملها اللي هي تعمل ايه الحاجات الموديفايبل في الهيستوري بتاع العيان ده؟ elevated blood pressure دكتور هو المنتل هيلث مش موديفايبل ليه؟ لا mental health المنتل هيلث مش موديفايبل لان هو فيه يعني هو يعني عنده مثلا المنتل هيلث ده اللي هو عنده ديزيز معين نفسي، يعني مثلا عنده ديبريشن، هو ممكن يتعالج. موديفايبل مع الوقت. دكتور هو ال elevated blood pressure ده مش هو ده مش حاجة لايف ستايل، ده ريسك فاكتور لديزيز تانية. احنا بنتكلم على موديفايبل بيهيفير او موديفايبل المنتال هيلث، دي حاجة احنا ممكن ان هو نقلل له الدبريشن، نقلل له الانكزايتي، فده يقلل حدوث اي حاجة زي مثلا هايبرتنشن اه بس ريسك. هي المينتال هيلث يعني المينتال هيلث هو مش بيتكلم على العيان يعني كنفسيا، هو مثلا يعني هي المينتال هيلث مادام هو كلمة مينتال هيلث يعني هو خلاص هو عنده مشكلة ما ديسيز، هي موديفايبل مع الوقت. انما الاسهل ان انا اعمل موديفيكيشن للبلاد بريشر، ان هي اساسا يعني مثلا السوشيو الفاميلي هيستوري خلاص هو مولود كده، عنده فاميلي هيستوري كده، الايدج والسكس خلاص هو مولود بس كبر البلاد في بريشر السن. يا دكتور مش حط البلاد بريشر يا ده دكتور مش لايف ستايل. ما هو حتى لو عنده anxiety أو depression أو whatever ال disease، ما هي ممكن يكون modifiable ب therapy وأدوية مثلا، فهما الاتنين modifiable. يعني أنا بالنسبة لي كنت متلخبطة ما بين الاتنين مش عارفة أختار أنهي. المنتال هيلث والفيت بلاد بريشر ماشي، ما هو صح اه كلامك ان هما الاثنين يعني اللي هو بيتناقش معايا مين محمد تقريبا اللي بيقول لي ان هو ليه مش هي الاليفيتد بلاد بريشر. اه هو مش لايف ستايل، يعني هي سيبك ان هو لايف ستايل بس يعني هو ما وراء الشيء ده، يعني هو ممكن مثلا في اللايف ستايل بتاعه حاجه عامله اليفيشن للبلاد بريشر، هو مش يعني مش شرط الكلمه اللي هو اليفيتد بلاد بريشر دي هي نفسها اللايف ستايل، بس هو عنده اليفيتد بلاد بريشر وممكن حاجات في اللايف ستايل بتاعته تأثر على ده فأقدر أنا أعمل لها موديفيكيشن.
تمام. فنقطة ان هو البلاد بريشر نفسه ده لايف ستايل، او الاليفيتد بلاد بريشر دي كلمة لايف ستايل، هو ممكن يبقى عجز شوية في صيغة السؤال، بس يعني هو ما وراء الاليفيتد بلاد بريشر من لايف ستايل انا اقدر اعدله، تمام تمام. كده. والمنتال هيلث برضه زي ما هي بتقول الدكتورة ايه رنيم ولا مين اللي كانت بتتكلم، يا دكتور هنا. ماشي. بص يا رنيم، هو برضه المنتال هيلث انا اقدر اعمل لها موديفيكيشن، بس عامة الحاجات اللي هي سايكولوجيكال دي يعني هي هتاخد وقت ان انا اعمل لها موديفيكيشن، وكموديفيكيشن يعني ان انا اعمل لايف ستايل يحسنها مش هيبقى افكتيف زي البلاد بريشر. اه طبعا في الدبريشن في لايف ستايل موديفيكيشن، زي انه يعمل برضه اكسرسايز، زي ان هو يعمل لوس للبودي ويت، دي كلها بتحسن الدبريشن، يقلل الستريس، الكلام ده اه صح. المنتال هيلث بالنسبة موديفايبل ماشي، بس الاسهل طبعا او الارجح للمخ او الاقرب للعقل ان هو البلاد بريشر هيبقى اسهل كموديفيكيشن يعني. يعني هو يعني دايما الام سي كيو بيبقى دايما الام سي كيو لما نيجي نحلها عامة بيبقى ينفع، يعني ممكن في بعض الاحيان بيبقى كل الاجابات صح كمان، بس هو بيختار يعني اكتر واحدة ادق او اسهل واحدة او اقرب واحدة للمنطق يعني. ماشي انا بس معاك. واحدة اتفضل. المنطقيين يا دكتور، يعني ما فيش حاجة تخلي واحدة سوبيرير على التانية، حتى لا الوقت هو مش تايم فاكتور يتاخد في كونسيدريشن. بيشنت اه مثلا كرونيك ديزيز، ولو هنقيس كل واحدة الويت، الكواليتي اوف لايف، افكشن، كل واحدة منهم، فالاتنين في المنطق، الاتنين محطوطين في نفس القوة والأهمية، والكونتريبيوتنج فاكتور للبلاد بريشر حاجات كتير قوي زي الاكسرسايز والدايت، وسواء كان داش دايت ولا سواء كان ميديكيشنز، في كنترول بحاله ورا البلاد بريشر قده قد الكنترول اللي ورا المنتل هيلث. فكنترولينج بلاد بريشر مش ايزي، زي كنترولينج المنتل هيلث ما مش ايزي، ماشي. هو فحرفيا انا الاثنين منطقي يمشي. اه صح، بالذات كمان ان هو الاثنين يعني هيخش فيهم برضو فاميلي هيستوري كمان، وهيخش فيهم حاجات تانية، بس يعني هو الاشياء ان انا اقدر اعمل ايه كنترول للبلاد بريشر من لايف ستايل موديفيكيشن. يعني مثلا يعني مثلا هقول لك مثال، هو الاي سي سي والاي اتش اي والجينت كلاسيفيكيشن والهايبرتنشن والحاجات دي كلها، لما حطوا الكلاسيفيكيشن دي هم قالوا ان اللايف ستايل موديفيكيشن ممكن يبقى اول حل للعيان اللي هو مثلا اليفيتد 10 سيستول او 20 سيستول و10 دايستول. انما مثلا في المينتال هيلث مثلا لو حاجه زي الدبريشن ما فيش حاجه عن الامريكان اكاديمي مثلا وانت فاميلي او طيب اي يعني حاجه، ما حدش قال لايف ستايل موديفيكيشن كافي لوحده. ماشي طيب معانا حاجة نقيسها في البلاد اه بريشر. اه يعني قصدي البلاد بريشر ممكن لو انا حتى اليفيتد شويه يبقى كافي جدا اني ما ابداش خالص دراج اول مثلا ستيج 1 وكده والبري هايبر تنسيف. انما لو انا اتشخصت ان انا ميجر ديبريسيف ديس اوردر مثلا، ما ينفعش ان انا امشي بلايف ستايل موديفيكيشن لوحدي، خلاص انا عندي مشكله. ده بالعكس، ده هو كمان بيقول لك بس لو البراند يعني اتعاملنا مع الدبريشن اه على انه ريسك فاكتور لحاجه، طب ما كنترولينج الديزيز او علاج الدبريشن از ديزيز، احنا كده يعني قللنا الريسك فاكتور للديزيز ده. قللناها، بس هو يعني يعني مثلا حد عنده ريسك اوف كانسر وعنده هيليكوباكتر بايلوري فانت لما تعالجها له، ما ده ديزيز يعتبر، هو وصل لمرحله الديزيز عنده، عملت بيبتيك ألسر. لو عالجت له بيبتيك ألسر هتقلل الريسك اوف كانسر، وهو في ساعتها مفيش لايف ستايل موديفيكيشن يقدر يعمله يضيع له الديزيز ده. فستيل برضه طبعا نفس تحت نفس الاطار، سواء كان ديزيز او سواء ما كانش. فانا برضه ما كنتش قادر اوصل لها، ولقيت زمايلي برضه عندهم نفس المشكله. ماشي. هو عامة يعني هو زي ما قلت لك كده انت محمد، مش كده؟ هو عامة يا محمد يعني هو اه الاثنين ممكن يمشوا، والام اس كيو زي ما لا بقول لا لك انا ممكن ايوه يعني انت تلاقي ان هو يعني ممكن في الام اس كيو تلاقي اجابة واثنين، وممكن تلاقي كل الاجابات في بعض الاحيان كلهم صح، بس يعني هو الاقرب يعني للمنطق، او زي ما بقول لك كده لو انا مثلا عندي وصلت لمرحلة ان انا المنتال هيلث بتاعتي فيه افكشن، ان انا صعب ان انا اعالجه بلايف ستايل موديفيكيشن ماشي. انما البلاد بريشر ممكن في مراحل معينه، ستيجز معينه زي ستيج 1 والبري هايبرتنسيف الامريكان هارت اسوسيشن والحاجات دي كاتبين فيها كده ان هي خلاص ايفيدنس بيزد ان انا كافي ليا ان انا اعدل اللايف ستايل، ما ابداش خالص دراج حد. انما في على العكس مثلا في حاجه زي الدبريشن زي ما بقول لك كده، بالعكس ده هو لازم يبدا الاثنين مع بعض، بيهيفيرال ثيرابي مع الدراج ثيرابي، ياخد حاجات انتي ديبريسنت سيروتونين ري ابتيك انهيبيتور والحاجات دي كلها، ومعاها كمان بيهيفيورال ثيرابي يعني عشان يدي احسن نتيجه. ده حتى لو هو خلاص هو ميجر ديبريسيف ديس اوردر، وانا عرفت انه يعني مستحيل ان انا امشيه ايه بلايف ستايل موديفيكيشن لوحده،
هو الأسهل يعني إن هو يحصل له موديفيكيشن باللايف ستايل بلاد بريشر، بس طبعا ممكن الاتنين يمشوا والاتنين موديفايبل. وعلى فكرة السوشي اوكونوميك برضه ممكن في بعض الحالات تبقى موديفايبل، هو مش يعني عادي، في ناس بتبقى مثلا عايشة في ليفل معين سوشي اوكونوميك معين وبعد كده حياتها سواء بتتغير. السوسيو ايكونوميك اصعب شويه، لان هو على فاكتورز كتير. يعني لو اتكلمنا على الفلوس از ا فاكتور كونتريبيوتنج فاكتور للسوسيو ايكونوميك، فهو بيقع تحت الامبريلا بتاعتنا. لكن كسوسيو ايكونوميك ستيت صعب قوي ان انت تجيب واحد عايش في السلامز مثلا وتغير له بيت وتدي له فلوس. هو ستيل سوسيو ايكونوميكلي هيتعب شويه علشان يوصل. يعني هي مش فاكتور واحد، يعني هو هيفضل برضه حتى السوشيال هيبان له ليفل، فترة، حتى بس الكالتشر برضه بتاعته، نظريا. حتى افكاره، يعني صعب تتغير. يعني هتحتاج بس يعني نظريا هي اصعب من مش اسهل الدبريشن من طبعا، والهايبر تنشن، فدي او اصعب نقطة من المينتال بعادة بس هيلث از يعني هول ايه. والهايبر تنشن. تمام ماشي تمام يا محمد، بس زي ما بقول لك يعني ما فيش يعني، يعني وارد انك تتغير مع الوقت، مش مستحيلة، مش زي الفاميلي هيستوري، مش زي الايدج، مش زي مثلا هيستوري الديزيز معين، دول مستحيل خالص، حاجة موجودة فيه هو هيغيرها ازاي. تمام خلاص تمام. يعني واضح كده، بتهيألي واضحة يعني. هو طبعا يعني لازم ال MCQs هيبقى فيها حاجات ايه، انت تبقى برضو متشكك شوية انهي اقرب يعني للمخ، بس يعني ايه هنا بنشوف ايه اقرب حاجة لايه التفكير. يعني تاني واحدة بقى، تشوف the best answer regarding the patient's calories intake، اخترت فيها ايه؟ ايه يا دكتور؟ اخترت آخر الاكسرسايز واحدة. دايت. أنا اخترتها دي برضه. أنا اخترت أنا اخترت دكتور ليه دي اي ام سي. هي طبعا يعني هي الإجابة اللي هي معمولة، اللي هو نمبر دي اللي هي اي اند سي. ماشي ليه بقى؟ لأن هو الأديكوت فايبر ان ذا دايت امبروف الكالوري بالانس، ان هو 10 ل 15 جرام بالدي ده قليل طبعا، هو المفروض مثلا 40 جرام ولا حاجه. التوتال كالوري بالانس از مور، نبداهم الاول واحده واحده. التوتال هي طبعا الاجابه الصح اللي هي دي اللي هي اي اند سي. التوتال كالوري بالانس از امبورتنت ذان ويذر ذا كالوري فروم فات اور كربوهيدرات، مهم بالنسبه لي ان انا الكالوريز كلها بتاعت اليوم دي اول حاجه خاص بعمل لها ادجستمنت في اي دايت، ان انا في اي دايت او موديفيكيشن له، ان انا اشوف العيان ده محتاج كالوري قد ايه، توتال كالوريز بتاعته في اليوم قد ايه. ماشي يعني في كذا، اكيد في كذا معادله موجودين احنا بنحسب بيهم الكالوريز اللي العيان محتاجها، واشهرهم بقى اللي هي بنضرب الايدج في 10 وبعد كده زبط الوزن ومش عارفه ايه وننقص، وبعد كده في النهايه خلاص نحسب الكالوريز بتاعت العيان حسب الفيزيكال اكتيفيتي وننقص منها ايه 500. دي أبسط طريقة خالص، وأكيد أنتوا يعني ممكن تبقوا عارفينها. يعني أنا أول حاجة بحسبها خالص لعيان الكالوري بتاعه. ماشي الـ calorie density of food hasn't been demonstrated to be important for weight. لا طبعا الكالوري زي ما قلنا مهم أوي، الكالوري بتاع الـ total calories بتاعت العيان اللي هياخدها. redistribution of calories طبعا ناقصة الـ S هنا. with more at breakfast and less at dinner would like benefit. طبعا يعني هو ترند معروف ان هو ان الواحد طول ما هو صاحي يحاول ياخد ايه الكالوريز بتاعته الصبح، عشان بيبقى فيه يعني البودي ماس اندكس البيزا ميتابوليك ريت هيبقى اعلى الصبح والاكتيفيتي هتبقى اعلى، فطبعا دي كويسه ان هو ياخدها. هيبقى الاختيار ايه ايه اند سي. دكتور هو ازاي ايه دي صح؟ مش التوتال كالوري ده، يعني التوتال كالوري مهم اه، بس الكومبوزيشن برضو بتاع الاكل مهم. يعني ما ينفعش هو يبقى كله مهم فات بس او كربوهيدرات او كده. كله مهم طبعا. التوتال كالوريز مهم، ومهم جدا جواه ايه، مهم جواه ايه عشان اللايف ستايل. بس مثلا في دايتس دلوقتي كتير كتير زي مثلا لو ده معروف، في حاجه في دايت تاني الهاي بروتين دايت. هاي بروتين ده بيعتمد ان انت بتاخد بروتين عالي قوي. الكيتو دايت طبعا في بعض الامراض هو مش محبذ قوي ان هو يعني، او مش مكتوب كايفيدنس بيزد ان هو يتاخد في الاوبيزيتي، بس مثلا كيتو دايت ده بيعتمد ان هو هاي فات وهاي بروتين. الفات يوصل مثلا 60% من اكل العيان، والبروتين يبقى مثلا من 20% مثلا، والكاربس ما تعديش مثلا 15%، 20% ما تعديش ال20. انت فاهمني يعني؟ مش يعني، يعني ممكن يبقى في دايتس معينه بيمشي عليها العيان وفي النهايه هي هيلثي،
وبالعكس في بعض الأحيان بتبقى تريتابل لديزيز معينة، زي مثلا بقول لك الكيتو دايت بنديه مثلا في الناس اللي هم اللي عندهم اوتيزم أو في حاجات في الإبليبسي بيحتاجوا ياخدوا الدايت ده، مع إن هو الفات عالي قوي فيه، إلا إن هو إيه في النهاية هو ممكن يبقى كويس للعيان. ماشي، والهاي بروتين دايت برضه، ما هو ده مثال إن أنا مش مقللة الكاربس خالص، بس باخد بروتين عالي أوي وفي نفس الوقت مقللة برضه الكالوريز من الفات. فهي الفكرة إن هو جوه الكالوريز نفسها مش مهم طبعا إن أنا يبقى في النهاية بالانس الدايت لو أنا همشي على لايف ستايل طويل يعني، بس الأهم منه إن أنا يبقى فيه إيه زي ما قلنا الكالوريز بتاعتي مظبوطة. تماما. ماشي، بي طبعا أنا مستبعداها خالص لأن هو ما ينفعش إن الكالوري، لا الكالوري مهم، مش هنقول مش مهم إن بي دومينستريت بي امبورتنت، لا. تالت واحدة اللي هي الكالوريز تبقى الصبح أكتر والبريكفاست وكده، طبعا دي معروفة بالنسبة حتى عوام الناس يعني. ماشي، السؤال ده مش صعب يعني، بس هو ايه، طيب دي بقى ده المفروض انتوا تبقى سهل عليكم ان احنا قايلينه في المحاضرة. اخترتوا ايه في ده؟ which of the following is not from the 5A counseling approach؟ العيان آخر واحد. تمام، واضح ده ولا عايزين نناقش حاجة فيه؟ احنا قلنا هي ask advice assess assist arrange، اخر واحدة اللي هي arrange الفولو اب بتاع العيان، نعمل له كل شوية فولو اب وارتب للفولو اب بتاعه. نوع طبعا ان انا اغير كل شوية ده مش موجود في اي كتاب. طيب choose the best answer regarding the fat sources، اخترتوا ايه فيها؟ بي ثانية واحدة ثانية واحدة بي يعني هو ما فيش، يعني هو ما فيش دايت يقول ان هو لازم ان احنا نزود البولي انساتوريتد فات، يعني لازم حتى لو اكتر من الساتوريتد كده، بس هو العيان ما قال، السؤال ما قالش اكتر من الساتوريتد، هو بيقول عامه ان هو لازم يزود البولي انساتوريتد. ماشي، فهو ما فيش نصيحه هتبقى ان احنا نزود البولي انساتوريتد يعني. مش هيكتر الانساتوريت فات هي الاحسن عشان هي القلب احسن، وهتحسن ال HDL وهتعلي عن الكوليسترول والحاجات دي كلها، بس هي يعني مش هنصح عيان يجي لي اقول له اشرب زيت كتير بولي انساتوريتد يعني، يعني مهما كان برضه هي لها اكيد سايد افكتس يعني. هي هو هيبقى الاجابه الايه اللي هي نمبر دي اللي هو البالانس بين اوميجا 3 اند اوميجا 6 از لايك تو بي ديستورد. دكتور انا عندي سؤال، هو ليه سي غلط؟ ثانية كده أشوف تاكسي إيه، أصلا أنا مش عارفة أنتوا برضه مش باين لكم زي ال مش باين لكم زي الاختيارات كاملة للآخر مش كده؟ هو كان بيقول إن هو substitute ال substituting المارجرين containing part hydrogenated corn for the butter. طيب ما هي بيقول لك ان احنا نشيل البتر اللي هي الزبده اللي هو بياكلها العاديه، نستعملها بالهيدروجينيتد، طبعا هيدروجينيتد الهيدروجينيتد مارجن هو قصده العكس، لا هو بيقول substituting ال هو كده قصده ان هو يسبستيوت العكس يعني containing hydrogenated corn or soybean oil for the butter for the butter، لا مش substitute دي for دي، يعني ان احنا نعمل سبستيتيوشن لدي، انها تعمل سبستيتيوشن للمارجرين للبتر اللي هو بيستعملها، هي از يوزنج اوكي ده دي العكس تمام، فهي العكس. فطبعا يعني هي وحشه من كل ناحيه، اصلا هي اساسا كلها هيدروجينات دي لوحدها كافيه. بيقول لك بقى one of the following should be component of family medicine approach for Mr. Ali's lifestyle modification، اخترتوا ايه بقى دي؟ دي تمام، اكسلنت. دي طبعا مش فاهمة الكويشن 4، مش عارفة الأوميجا 3 وأوميجا 6 يعني ليه الإجابة. بص هو عشان هي يعني هي كل الحاجات اللي هي الأوميجا دي
ان يبقى في بالانس بين الاوميجا 3 والاوميجا 6. الحاجات دي ميزتها ان هي بتقلل الكوليسترول خالص، هي ما فيهاش طبعا كوليسترول، بتحسن خالص ال HDL. احنا عندنا عشان يبقى يعني احنا عندنا هدف في الاكل دايما ان احنا نعلي ال HDL بتاعنا ونقلل الكوليسترول ونقلل ال LDL. لقيوا بقى ان هو الدايت لما يبقى فيه اوميجا 3 وبالانس بينهم، بين الاوميجا 3 والاوميجا 6، ده بيحسن خالص الليبيد بروفايل. انا مهم عندي ما اخدش ترانس فاتس خالص، اللي هي موجوده مثلا في الشوكليتس والحاجات اللي هي المقليه، الديب فراينج مثلا، الاكل اللي هو فرايد ديب خالص في الزيت والحاجات دي، دي كلها ترانس فات. دي بتعلي بقى الترايجلسرايدز وبتعلي الايه ال ال دي ال. انا كل هدفي في الاكل ان انا ما اعليش الحاجات دي، وان انا ال اتش دي ال الكوليسترول ريشيو ده انها ايه كويسه، لان كل ما ال اتش دي ال عالي كل ما ده قلل الكارديك ريسك وقلل كل الريسك بتاعت الستروك والاثروسكلوز عامه. فهم لقيوا ان الدايت اللي هو بالانس بين اوميجا 3 واوميجا 6 ده بيحسن قوي، بيحسن قوي الليبيد بروفايل، مع طبعا حاجات تانية بس هي مش موجودة عندنا في الاختيارات، زي ان هو ياخد فايبرز كتيرة، زي ان هو اكتر كمان حتى من هو كان قايل 10 تقريبا جرام، ده طبعا مش كتير، زي ان هو زي ما هو قال محمد تقريبا برضه هو ياخد بولي انساتوريتد فاتس، لو مضطر ياخد فاتس خالص ياخد بولي انساتوريتد ما ياخدش الساتوريتد. معايا كده انت يعني وضحت كده الدنيا بالنسبة لك، مع ان هو مثلا يزود اكل مثلا فيش تو ميلز في الاسبوع، غير بقى الحاجات العاديه ان هو هيشرب ميه بلنتي اوف ووتر فلويدز نان شوجري فلويدز والحاجات دي كلها. انا فاهمه، بس احنا ما كانش عندنا المعلومه دي. بس قبل ما ده هو اصلا يعني مثلا الجرام في السمك فيه 25 مللي تقريبا من الاوميجا، في حين مثلا الريد ميت نفس الجرامز منها فيها 2 مللي مثلا، من 2 مللي جرام ولا مايكرو جرام من الاوميجا 3. طبعا هي بتفرق في بتفرق خاص في الليبيد بروفايل. نقول بقى تاني اللي بعدها، a 40 years old executive who smokes 3 packs of cigarettes a day comes to your office for his routine health maintenance assessment. برضه health maintenance. He states that he would like to quit smoking but he is having great difficulty. He has tried 3 times before but he says pressure at work motion mounted up and I just have go back for two smoking. The patient has resistant hypertension. يبقى ايه الهيستوري اللي عندنا؟ عنده resistant hypertension. With blood cholesterol level normal, his family history is significant for premature cardiovascular disease and death. Which of the following diseases have been linked to cigarette smoking? دي نقطة كيف كلها عملناها صح. All of the above. ماشي تمام. طبعا هي اصلا السموكينج هي مرض الامراض كلها بيديسبوز لاي حاجة. هو السموكينج بيعمل الزهايمرز بيبريدسبوز بيزود. هي ان هي في كذا ستادي لقوها ان هو فعلا هو لقوها ان هي سيجنيفيكانت، يعني ان هو الناس يعني مثلا لو هنعمل اوكسيديتيف ستريس ممكن الاوكسيديتيف ستريس اللي بيحصل ده يزود الريسك للالزهايمرز. طبعا يعني هم عملوا كذا دراسه، مثلا لو عملنا كيس كنترول ستادي، وفي كمان حاجات مشوا بيها كوهورت ستادي، ولقيوا ان في significant difference بين العيان اللي هو بيعمل عنده smoking، يعني نسبة الالزهايمر فيهم اعلى ب significant، يعني significant اعلى بدرجة significant، يعني هي ايه، فهي طبعا اصلا evidence based، يعني ان هي موجود موجود بيزود. تمام كده. Of the following factors listed, which is the most important factor determining success of smoking cessation program in an individual. اخترت نعملها اول واحد. تمام. هي طبعا اول واحد ان هو يعني هو كل الحاجات عامه يعني اللي فيها جزء سايكولوجيكال ده مهم قوي قرار العيان فيها، ان هو الديزاير ان هو خلاص هو شايف ان هو لازم، يعني لان فيها شويه رغبه برضه، فيها ويل وفيها يعني زي ما احنا قلنا كده ان هو لو قلنا التشينج موديل، قلنا كل ما هو بيعلى بدرجه من في الموديل بتاع التشينج من اول دي كونتمبليشن لحد المينتنس، كل ما السيلف افيكاسي بتاع العيان بيزيد، وهي اساسا هي قدرات العيان والافيكاسي بتاعه ان هو يقدر يغير ويعمل موديفيكيشن ده. تمام. بس يا دكتور سؤال زي ده كنا هنعرف منين انه احسن من الثانيه؟ يعني هو زي ما انا بقول لك، اي حاجه نفسيه مثلا، اي حاجه فيها جزء نفسي وفيها جزء ان العيان ياخد قرار
اكيد قرار ان هو يبقى عايز عنده الديزاير ان هو يغير، اكيد هي هتبقى احسن حاجه. يعني فارماكولوجيكال ايجنت، هو انا لو انا باخد مثلا كل الدراج وحاطط باتش بتاع النيكوتين وباخد اللبانه بتاعته وبعمل كل حاجه، وانا مش مقتنع اساسا ان انا اعمل كويتنج السموكينج قوي، واخدها كده جاي يعني جاي اهرج، مش هوقف قوي يعني حتى لو مديني 100 فارماكولوجيكال ايجنت. تمام. بس احيانا مثلا يعني سؤال التحت بيتعارض مع يعني مع اللي فوق في حاجه واحده، ان مثلا ممكن يقول لك ان الكومبايند افيكسي بتاعه الايجنت ده مع ده اعلى من ده لوحده. ما هو طبعا فعلا في تحت all of the above، يعني ولا انا بس شايف هو في غلط؟ السؤال اللي بعده مش لا كده؟ لا، يبقى انا شايف غلط، مفيش all of the above، هي الصوره صغيره بس، دي ماشي. add option. ايوه بص، هو السؤال اللي بعده فعلا هو زيه، بس انت يعني خدها قاعده كده. عامه الانسان لو عرف يعمل كذا حاجه مع بعض، يعني مثلا عرف هو يبقى عنده الويل او الديزاير ان هو يغير، وفي نفس الوقت في حاجه هتساعده فارماكولوجيكال بالذات في السموكينج ده، اللي هو مثلا هياخد باتش بعد كده، في فيزيشن ادفايس هيقعد يقول له ان هو مثلا الاحسن تعمل كذا، ان هو لا ما بيعملش جيننج الويت، ان هو يبقى سبورتيف له، في كمان فاميلي سبورت، كل الحاجات دي. كل ما انت زودت خطوه زي ما هنشوف في السؤال اللي بعده، كل ما اكيد كان العيان بالنسبه له ايه، يعني مثلا هنا هو كل الحاجات لما هو زود كل الحاجات الكويت دي مثلا زي ما قلت لكم، ان هو مثلا انا كدكتور خلاص انا متفق مع العيان يوم مثلا ايه نقول 30 4، خلاص انت مش هتمسك سيجاره، مش هتجيب خالص ولا هتمسك سيجاره. في عيانين يحبوا كده، يحبوا ان هم ياخدوا كويتنج داي على طول، يوقفوا على طول. في عيان بيحب يمشي يقلل تدريجي مثلا على شهور، خلال شهور يقلل، بس برضه حتى لو هيمشي هو جراديوال، لا انا معلش، هو في حاجه اسمها كويت داي دي بتعمل نجاح رهيب في توقيف التدخين ده لكم طبعا، لو حد يعني لا قدر الله ماشي على الموضوع السموكينج ده دكتور، هي الإجابة إيه أصلا؟ اخر اللي هي دي. لا طبعا اول اوف ذا اباف، انا لسه كله بقول لك ان هو اللي هو كل ما اعمل ازود حاجه من الحاجات اللي انا هتساعدني ان انا ابطل مثلا او اعمل موديفيكيشن لللايف ستايل ده، كل ما انا هنجح اكتر. تمام. وقلنا من اكترها كمان الكويت داي، وقبل كل ده لازم الويل بتاعت العيان، رغبته ان هو يبقى عنده الرغبه ان هو خلاص انا واخد القرار ان انا كده كده ايه خلاص. الكويت داي بقى ده مثل زي ما بقول له كده ان هو ايه يعني ديد بوينت كده خلاص، ده ديد اند، ده نهايتي خلاص مع الموضوع ده، ان انا خلاص مش مستحيل بعد اليوم ده ان انا هعمل همسك سيجاره او هدخن او كده. طبعا بيشنت اديوكيشن بوكليت مهم ان انا اقرا واعرف اضرارها، لان احنا قلنا العيان مش هيقتنع في الهيلث بليف موديل مثلا، قلنا مش هيقتنع ان هو هيعمل سيتيشن لحاجه او يغير اللايف ستايل هو متعود عليه، الا لو هو مقتنع ان الكونز بتاعته اعلى من البروز، ان يعني البنفيت بتاعته اعلى كتير من الكوست، وفاهم ليه هي اعلى، يبقى هو لازم يبقى فاهم كويس ايه الاضرار. فيزيكال كونسلنج اند ادفايس، طبعا الكونسلنج والسبورت والفولو اب بتاع العيان جزء مهم قوي. Regarding the patient resistant hypertension, he should be assessed for all the following except non-adherence، طبعا قلنا من اول حاجه كانت موجوده undiagnosed، هي عملتوها ايه دي يا ولاد؟ طيب دي طبعا محدش يختلف عليها، مالهاش علاقة يعني، مع ان والله في دراسات برضو قالت ان ممكن الليفر سيل فيلير يعمل في بعض الاحيان، بس يعني ايه ما بنروحش احنا للحاجات الرير قوي ونقول ان هي الاجابة يعني. Which stage of the behavioral change process that has the highest self efficacy؟ Maintenance. تمام. وزي ما قلت لكم كده، هو انا خدت العربيه ركنتها مره بعيد ورجعت البيت ماشي ونسيتها هناك، فطبعا مينترنس ستيج ما دخلتهاش اساسا، هي كف مرة بس. ماشي كده الدنيا ايه كويسة بالنسبة لكم. خلوا بالكم ان دي اصلا المحاضرة الصغيرة السهلة اللي كانت بتخلص قبل وقتها. مش عارفة بقى، تحبوا ناخد بريك شوية او ريست وقت قصير كده ونرجع للجيرياتريك؟ هي المحاضرة يعني كبيرة شوية، بس ايه بس ان شاء الله نحاول ننجز. برضه هنعمل رول بلاي كده في اخرها. وصل لكم يا دكاترة الدنيا ولا ايه الوضع معاكم؟ دكتور ممكن نبتدي على طول ولا انتوا ايه رايكم؟ شوفوا انتوا خدوا رايكم وراي بعض كده وانا معاكم. انا مش ممكن نبدا دلوقتي على طول كده بس هو ده ميعادها اصلا. طيب ماشي دكتور، ممكن 5 دقايق بريك يا دكتور؟ شوفوا بقى اصطفوا مع بعض.
اصدقوا مع بعض، انا الدكتور ما عندهاش مشكلة في اي خلاص حاجة. ماشي اوكي خلاص نمارس. اصلا انا ازاي مش هيفرقوا قوي. ماشي، وهنبدأ فيه على الاقل، يبقى ايه الواحد مخه فصل شوية. هناخد بريك يعني؟ هي 5 دقايق يعني، يعني لما تقفل هيبقوا خلص.